أهلا وسهلا بكم أحبائي الكرام. رأينا في الحلقات السابقة تزوير رسائل الرسول محمد وصناعة الأحاديث المكدوبة عليه في العصر في العصور اللاحقة وعدم قدسية اللغة العربية وموطن القرآن الحقيقي في منطقة الشمال أي بدو عرب, عرب البتراء، أرابيا بترية. ومن بين الشواهد المادية في الحلقة الماضية تحدثنا بعجالة عن شاهد قبر امرؤ القيس الموجود الآن في متحف اللوفر بباريس لنقدم لكم نموذجا من النقوش العربية النبطية وفي هذه الحلقة سوف نتحدث باستفاضة حول صاحب هذا النقش وهو امرؤ القيس وكيف وُضِفَ اسمه او اسم هذا الملك العربي في تزوير التاريخ وخدمه القران وسوف نرى لماذا؟ اولا تفيد العشرات وربما المئات من المصادر الاسلاميه ككتاب الاغاني لابي الفرج الاصفهاني وخزانه الادب للبغدادي وكتاب الفيض القدير للامام محمد بن عبد الرؤوف المناوي وغيرها من المراجع ان امرؤ القيس كان ملكا على قبيله كيندا وشاعرا من الطراز الرفيع فيما يسمى العصر الجاهلي وله ديوان شعر تغنى به العرب الى يومنا هذا واختلف الرواه والاخباريون حول نسب هذا الشاعر وتاريخ ميلاده مما يفيد على الارجح ان امرؤ القيس في هذه المراجع لم يكن اسما اسم شخص بعينه وانما لقب ولهذا ذكر جلال الدين السيوطي في كتاب المزهر في علوم اللغه وانواعها قوله امرؤ القيس جماعه منهم وذكر ستة عشر شاعرا وكذلك قال الدكتور جواد علي عن الورد في مفصله وكل هؤلاء الشعراء الذين يحملون لقب امرؤ القيس عاشوا في القرن السادس الميلادي بخلاف امرؤ القيس صاحب هذا النقش فقد عاش في القرن الرابع الميلادي. اكتشف سنه 1901 ميلاديه ويسمى بنقش النماره. يوجد حاليا كما قلنا في متحف اللوفر بباريس تحت رقمه العلمي A.O. 4083. وهو شاهد قبر مرؤو القيس أحد ملوك اللخميين بالحيرة توفي سنة 223 بتاريخ سقوط مملكة الأنباط يوم 7 بيكسلول أي 7 دجنبر الموافق 328 ميلادية يقول النقش بحسب المستشرق الأمريكي جيمس بلامي من جامعة ميشيغن تي نفس مرو القيس بار عمرو ملك العرب كله دو أسر التاج وملك الأزديين ونزار وملوكهم وهرب مدحج عكدي إلى آخره هناك ترجمة أخرى للباحث سعد الدين أبو الحب في كتابه دلائل العربية الفصحى قبل الإسلام تفيد أن الهالك اسمه عكدي أقسم بروح امرؤ القيس ومهما تكن ترجمة فنحن أمام ملك عربي اسمه امرؤ القيس عاش في القرن الثالث او الرابع الميلادي وليس في القرن السادس الميلادي قام بحمله عسكريه على نجران ومدحج وحكمه لقبيلتي نزار ومعد فضلا عن تعيين ابنائه زعماء على الجماعات العربيه من الرحل كما جعل منهم وكلاء لروما والفرس وقد يكون عكدي هذا أحد أبنائه أو قاداته ما يهمنا هو وجود شخصية حقيقية تاريخية اسمه امرؤ القيس استنسخت منه ستة عشر شخصية في العصر العباسي تحمل نفس الاسم أو اللقب ونفس المنصب الملكي ونسبوا له نظم الشعر وتأليف الديوان وهذا فيه خلاف لما كان معتادا لأن ملوك العرب كانوا يتسمعون للشعر ويحبونه ولا ينظمونه على الاغلب، واذا نظرنا لبعض قصائد امرؤ القيس المزعومه يتضح لنا سبب تاليفها ونظمها من طرف جهابذه الشعر في بدايه العصر العباسي، كالشاعر الداهيه عبد الملك بن قريب بن اصمع المكنى بالاصمعي وما قصته مع الخليفه العباسي ابو جعفر المنصور اذا صحت فيما يخص قصيدته صوت صفير البلبل الا دليلا على دهائه فقد نشد هذا الشاعر العديد من القصائد والابيات المنسوبه الى امرؤ القيس حيث ذكر انه اخذها عن الشاعر ابو القاسم حماد الراويه المتوفى في القرن الثامن الميلادي دعونا أعزائي الكرام نقدم لكم إحدى القصائد المنسوبة لمرور القيس والتي أثارت لغة ونقاشا فيما اقتبسه القرآن عن الشعر ما يسمى بالجاهلي لنفهم سبب ظهور هذه القصائد في العصر العباسي والغرض من تأليفها ونسب ونسب ونسبها لهذا الشاعر أو ذاك جاء في كتاب فيض القدير للامام المناوي قوله وقد تكلم امرؤ القيس بالقران قبل ان ينزل فقال: يتمنى المرء في الصيف الشتاء حتى اذا جاء الشتاء انكره. في هذا البيت ذكر لفصل الشتاء والصيف ربما لاحاله على سوره قريش لإلاف قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف ثم ننتقل للبيت الذي يليه فهو لا يرضى بحال واحد قتل الإنسان ما أكفره الشطر الثاني من هذا البيت كما تلاحظون هو بالضبط الآية 17 من سورة عبسة قتل الإنسان ما أكفره ثم البيت الذي يليه اقتربت الساعة وانشق القمر عن غزال صاد قلبي ونفر وفي قراءة أخرى دنت الساعة وانشق القمر نلاحظ الشطر الأول من البيت موجود في الآية الأولى من سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وهناك تكملة لهذه القصيدة في مراجع أخرى وحتى لا نطيل عليكم تتضمن بيتا يحاكي بداية سورة الضحى والبيت الذي يليه يحاكي الايه 96 من سوره الانبياء، واخر يحاكي سوره الصافات الايه 61. وفي قصيده اخرى قال: اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. الايتين الاولى والثانيه لسوره الزلزله، ويكمل: تقوم الانام على رسلها ليوم الحساب ترى حالها. هنا يتحدث البيت عن يوم القيامة والحساب، وهذا ليس من كلام الشعراء بل كلام رجال الدين والكهان، ثم يكمل: يحاسبها ملك عادل فإما عليها وإما لها، نفس الإشكال كما هو في البيت السابق. السؤال المطروح، لماذا وضعت هذه الأبيات تحاكي القرآن؟ الجواب هو: حاجة اهل التأويل والتفسير في العصر العباسي إلى الشواهد في تفسير غرائب الآيات والنحو في القرآن. كذلك شواهد على الأخبار حيث كثر القصاصون والإخباريون في ذلك العصر، واضطروا إلى أن يصنعوا أبيات شعرية ونسبوها لفحول الشعر قبيل ظهور الإسلام. حتى يكون هذا الشعر متداولا بين الناس وتصبح ابياته واقواله من باب الامثله يجوز اقتباسها في اللغه دون الاتهام بالسرقه الادبيه فعندما تجد بيتا شعريا في القران لشخصيه مشهوره جدا كامرؤ القيس فلا يتهم القران بالاخذ عنه وانما تفعيل وتنشيط اللغه العربيه من باب الثقافه السائده في المجتمع حتى يستأنس بها المستمع العربي ويستطعم حلاوة لغتها لأنها ثقافة القوم وتراثهم لهذه الأسباب وضع الفقهاء والشعراء أبيات من الشعر لطرف ابن العبد وعنترة وامرؤ القيس وغيرهم كما وضع بعض المحدثين والمدلسين أحاديث نبوية بمئات الآلاف على لسان رسول محمد لا أساس لها من الصحة، فقط لإضفاء شرعية على الخرافات والأساطير التي ألفوها وأدخلوها في الموروث الإسلامي. نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة.